السلام عليكم البنات، كيدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكون يومكم طيب. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هذا اليوم، هذا اللي هو يوم مميز ان شاء الله، عندي الخطوبه ديال اختي، وبغيت نشارك معكم اي كبيره وصغيره. كنتمنى هذا الشيء ينال الاعجاب ديالكم. المهم ما غنشاركش معكم الناس ولا غير اشنو دارت ولا اشنو درنا في الماكله ولا اشنو جا الاخت ديالي. خليكم معنا حتى يدوز هذا النهار ان شاء الله، وتشوفوا كي كاين. ما تنساوش ديروا ليا لايك وتخليو كومونتير، كنقرا الكومونتيرات كامله ديالكم. كنتمنى هذا النهار يعجبكم. خليكم معايا. بعد هذه هي العروسه، واخا ما غنبينش وجهها. قولي العروسه كطرطح. يلا دير الدرج ولا حشم عليك. وقع شوف اللي لبست للناس، لبسه خليجيه سامبل، ماشي شي حاجه ثقيله، لان غير خطوبه. بالنسبه للزيف غتقول لي ماشي اسوسي، لان ما كنتش دايره الزيف، كنديرو غير باش نصور صافي. غير مقتطفات من داكشي اللي داروا للماكله. شنو غادي طيحو؟ غادي تحطو في دوك العيبات انا راه حاضيه مع بنتي.